والمتهم بالمنطق التونسي في الوكر المشرف على الوكر القرآني الذي أراد أن ينهي عام 2022 يعني بأقل الذنوب، خلى الناس تمشي للخمارات وتمشي لباريز وتشرب الشمبانيا، وأراد أن ينهي عام 2022 ينقص علينا شوية ذنوب، فقال نجيب وليدات ونعمل حفل قرآني على الأقل يكون منفردا يوم الخميس الفات، فوجد نفسه في قطب مكافحة الإرهاب. هو العربي غريب، غريب قومه. سي العربي مرحبا بك، أهلا وسهلا. حياكم الله، السلام عليكم، مرحبا بك أستاذ. نعم أنت في سفر والحمد لله على سلامتك. إذن أنت من سويسرا متاع جنيف وزوريخ ولوزان إلى سويسرا متاع تونس مع سجناء الحق العام، لأنك نظمت حفلا مرخصا له يوم الخميس الفائت 29 من شهر ديسمبر 2022. أحكي لنا على الوقاعة التي حفت بعملية اختطافك أنت وضيفك سي محمود الرفاعي العالم الكويتي. هو الشيخ محمود سيد علي الرفاعي هو مقرأ في القنوات الخليجية، موجود كثيرا في يوجد القنوات أيضا التلفزية في القنوات التلفزية موجود نعم. القنوات التلفزية وله تسجيلات أيضا للقرآن كاملا، هو مقرأ وأيضا محكم دولي في القرآن. نعم انقطع الاتصال، ريثما هو العربي معنا مرة أخرى. عربي غريب الصوت. نعم الصوت معك، تفضل. نعم نعم، لو تسمحوا الصور المركز من في الخلفية الله يخليكم، عنده علاقة بالموضوع. تفضل تفضل سي العربي. قلت هو مقرأ معناها، وايضا معناها امام وخطيب، معناها في وامام صلاة الخمس في مساجد الكويت، وله القراءات العشر، ومحكم دولي في القرآن الكريم، يعني يرسل من اجل المسابقات الدولية للقرآن الكريم، وهو محكم في هذا باعتبار ان عنده القراءات العشر. جاءنا من ضيف الشيخ محمود سيد علي الرفاعي، وكان من 2017 احنا بدأنا في مشروع من تحفيظ 100 حافظ قرآن كريم في 3 سنوات. لنا برنامج والبرنامج هذا ما فهمت بدأنا فيه من 2017، نقوم بدورات فقط، هو مجرد برنامج نشاط من أنشطة نتاع الجمعية نقوم به مرة كل عطلة من العطل المدرسية، يعني كل العطلة المدرسية نأخذ منها أسبوع ونحفظ فيها الأولاد القرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين لنا 57 حافظ القرآن الكريم. في هذه المرة كنا نحن في قبل بعد المشكلة اللي صارت معنا في الرقاب، جاء معنا الوالي القديم فهمت سامحه الله، جاء معنا وأغلق هذا المشروع، أوقف هذه الدورة. في أي وقتاش تم إيقافه؟ مين أبقى؟ متى تم إيقاف المركز عن نشاطه؟ لا، أوقفوا فقط الدورة مش المركز، أوقفوا هذه الدورة. نعم. الدورة في القرآن الكريم بعد أحداث اللي صارت في الرقاب، على أساس أنها هي راي فقط، قالوا لنا إحنا عندكم مبيت جيد وعندنا إحنا المبيت اللي نكسبه نحن. نعم. ما تكسبوا الدولة ما تكسبوش، معناها نظافة وفي الكليماتيزور، معناها مجهز على أحسن التجهيزات، يعني حتى الدولة ما تكسبوش. وهم خرجوا، معناها ما خرجوش إيقاف الدورة، هم خرجوا إيقاف المبيت، ولنا وثائق في هذا، يعني عندنا وثائق من 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 الوالي القديم إيقاف المبيت مش إيقاف الدورة، فهمت؟ باعتبار احنا معناش مدرسة قرآنية، نحن عندنا الدورات يعني عبارة نشاط من الأنشطة تاع الجمعية، هو نشاط هذا تحفيظ القرآن الكريم. وأوقفت من ذلك الوقت، وزاد جاءت الكورونا، أوقفنا جميعا كل شيء، حتى إلى الآن أكرمنا ربي سبحانه وتعالى بأن في صحة وعافية، وأكرمنا ربي بهذا الوباء الكورونا، ورجعنا الى معناها الدوره تاعنا، مش الدوره، رجعنا قلنا على الاقل هذه الاولاد الذين حفظوا والبنات اللي حفظوا هذا القران الكريم، قلنا نعملوا احتفال يوم الاربعاء الماضي لتكريمهم، لا اكثر ولا اقل، هو مجرد احتفال تكريم الحافظين للقران الكريم. قدمنا، جانا الشيخ محمود يوم السبت، استضفناه، دخلنا معناها للفندق،
عرفوا انه موجود كلمونا ونحن ما زلنا في الفندق يعني تقريبا نص ساعه من ما جيه، قلنا لهم راه موجود ومرحبا بكم، الشيخ موجود عندنا وغدوه رانا احنا عندنا ضيافه عاملينها على شرف الشيخ عندي في منزلي في بيتي ومرحبا بكم الجو بحذانا. ويعرفوه الحرس ويعرفوه السلطه الامنيه كل تعرف الشيخ، لان كل مره كان ياتي كنا نعلن على وجوده باعتبار لواء اجنبي، لابد لما ياتيك الاجنبي لابد من اعلان عنه عند السلطات، احنا عند السلطه الامنيه احنا كل سنه ولوا يعرفوه كل دوره يحضر وكانوا يعرفوه جيد واللي هم نفسهم اسم يجوا يرحبوا به. وهذا اللي صار، طلبوا منا لما جاءوا يوم الاحد عندنا للغداء مع الشيخ وتسليم على الشيخ باعتبار من يعرفوه، قالوا راهو لازمكم لابد من ترخيص لهذا المنشط. القانون نتاع الجمعيات مرسوم 88 لا يطلبوا منا، معنا اصل المفروض لا يتطلب منا معنا هذا الترخيص، يتطلب منا فقط الاعلان، اعلان على النشاط فقط، ما فيش ترخيص حاجه اسمها ترخيص. القانون واضح والمرسوم 88 واضح، مشينا احنا مع ذاك او ما قالوا لازمكم تجيبوا ترخيص، تحاولوا تطلبوا ترخيص، مشينا احنا يوم الاثنين وطلبنا الترخيص من الوالي وطلبنا اي قدمنا له طلب معنا في طلب الترخيص لهذا النشاط، وفي نفس الوقت قدمنا للسيد الوالي ايضا طلب لحضور هذا للاشراف على هذا النشاط. ليش عملنا للوالي هذا الطلب؟ نعم. لان نحن في العطله اللي قبلها كنا بنعمل هذا الموضوع، لكن تعذر علينا باعتبار ان العطله كانت خاصه فقط للثانوي والابتدائي، واحنا عندنا كثير من الطلبه هم في الجامعه وهم حافظين قران في الجامعه، ما يمسحون ما يسمح لهمش العطله ان باش يحضروا معنا. وفي العطلة الماضية احنا كنا مستدعين السفير، كنا مستدعين السيد الوزير وزير الشؤون الدينية، وكنا مستدعين السيد محمد نشر اللي هو رئيس الرابطة الوطنية لتحفيظ القرآن الكريم، كانوا مستدعين وكان الوزير وافقنا مبدئيا واستدعيناه عن طريق وزاره الشؤون الدينيه وعن طريق الاداره وزاره الشؤون الدينيه معنا في قصه، وتمت الموافقه معنا وعندنا كل شيء، عندنا فيه هذا عندنا فيه معناها ديشارج، عندنا فيه معناها ختم معناها تاع استلام لهذا الطلب ومشفاهيه. المهم كان معنا الوزير باش يجينا، لكن تعذر علينا هذا النشاط وعملناه هذا الان، ولانه قلنا تعال يا سيد الوالي تحضر معنا، يعني الوالي في علمه والوالي عرفنا جيد، لان احنا قدمنا له مش كان هذا، احنا قدمنا له طلب من شهر سبتمبر حتى لمقابلته هو شخصيا، قلنا عندنا برامج معنا التنمويه وعندنا برامج معنا لهذا المركز اللي هي برامج معناها للفلاحين، تكوين فلاحين، هو تكوين معناها شو اسمه اكل المزارعين الصغار حتى يكون الانتاج الوفير وحتى يكون اقل تكلفه ويكون ايضا اكثر انتاج، يعني تطوير الانتاج الفلاحي. عندنا برنامج كامل مع وزارة الفلاحة في هذا المركز، وعملناه سابق وعملنا معارض معنا انتع مزارعين انتع الآلات الفلاحية انتع الري معنا فهمت التكميلي والري معنا فهمت عن بعد، وعملنا معنا معارض للطاقة الشمسية وكيفية استعمالها معنا في الري الفلاحي، وعملنا معارض على البطاطا وعملنا معارض على الخوخ وعملنا معارض على الزيتونة وعملنا أيضا حتى دورات على الزراعات الكبرى في قصة ومدى نجاحتها، يعني احنا قاعدين نقوم بدور تنموي كبير في هذا المركز. نعم. المهم كلمنا سيد معنا بعثنا له الوالي والوالي معناها لا استجاب، لما احنا مشينا عملنا هذا الطلب ردوا علينا الولايه بالمكان قالوا هذا النشاط لا يتطلب منكم ترخيص، يتطلب منكم فقط الاعلام، والاعلام تم اعلامنا، عملوا لنا هذا الختم بتاع الاستلام هذاك الطلب. نعم. وقالوا لنا هذا تسلموه للحرس معناها اللي تكون تحت النشاط تحت النظر نتاعه. نعم. اللي هو في المنطقه سيدي احمد زروق، مشينا احنا معناها وسلمنا لهم ايضا من هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الديشارج، احنا نسموه ديشارج اللي هو الختم الاستلام، يعني كانت امورنا تماما. كلمونا هم من الحرس قالوا جونا النهار الاربعاء ان شاء الله تجونا تعطونا معنا فكره على النشاط حتى نجو نامنوا معناها ان شاء الله النشاط. مشينا من نهار الاربعاء انا ورئيس الجمعيه ودخلنا من المركز الحرس الساعه 9 واخذوا منا معنا كل المعلومات على المنشط على اساس انهم يامنوا هذا النشاط، وقالوا نتوكل على ربي. مشينا احنا معنا للنشاط، قالوا لنا اوكي مشينا للنشاط وبدينا نعمل في النشاط نتاعنا.
ما راعنا الا انهم هم نفسهم اللي كانوا معانا التحقوا بنا وقالوا لنا اراوا النائب العام امرنا بعدم شو اسمه بعدم اقامه هذا النائب العام. تقصد وكيل الجمهوريه؟ وكيل الجمهورية. اي نعم هم قالوا هذا الكلام، قالوا راو امرنا راي عندنا تعليمات بانه ما فيش معناها ما فيش نشاط. ايش نعملوا احنا؟ طيبنا الغداء وعندنا ساعه، وعندنا ساعه من 12 للساعه لساعتين ما انا فما غداء، واحنا مازلنا في الساعه 11 راهو عندنا غداء ورا الغداء حاضر، شو يصير؟ قالوا لا ما فيش نشاط. شو نعملوا؟ قالوا فضوا النشاط. فضينا النشاط وروحنا. احنا باش نروحوا قال لما تفضوا النشاط وينتهي تعالوا جو هناك حتى نغلق هذا الملف ونغلق هذا ما نقول نعملوا محضر شاسا نقولوا انا اغلقنا النشاط الى اخره. امشينا فاذا بهم اخذوا منا بعض المعلومات وسالوا على الجمعيه ولوا يحكموا انا ويتفلسفوا، فما من يتفلسف معنا في موضوع الترخيص وما الترخيص والشيء. يا ولدي لا يتطلب ترخيص اصلا، يطلب مجرد اعلان. المهم في النهايه معناها تطلبوا من رئيس شو اسمه الجمعيه انه يقول انك تبقى هنا وانت راك موقوف. هذه اول موقف رئيس الجمعيه عاش اما ناس هذا في منتصف النهار تقريبا يوم الاربعاء. بعد هذا طلبوا منا اعطونا استدعوات للسيد شو اسمه السيد الكاتب العام وايضا الامين المال باش يجي يلتحق بهم. جوهم هناك نفس الشيء اليوم اللي بعد يوم الخميس واوقفوه. وبعدين زادوا نادوني انا ونادوا نور الدين الرئيس القديم بتاع الجمعيه واوقفونا جميعا. هذا اللي صار. نعم. الكل سيد مخداد الاسئله كلها كلها كل حول الجمعيه والترخيص ومش ترخيص واعلان ومش اعلان، يعني كلها تدور فيها كلها تدور في هذا الفلك، فهمتني؟ كلها تدور في هذا الفلك لا اكثر ولا اقل. نعم. وبعدين أنا ما رعنا الا ان نحن بعدين ما بعد احنا امضينا وبعد كذا نشوفوا ان في هذا في هذا البحث في هذا الاستجواب في راس القائمه من فوق تهمه اللي هي تهمه تبييض اموال وتهمه تبييض اموال وشبهه تنظيم ارهابي. هذا العنوان هذا ومن تحت الكل يحكيك على 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 ترخيص ومش ترخيص وعلى 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 قرآن وتكريم وما يعني كل ما عنده ولا علاقة بهذا الموضوع. كيف؟ أي نعم تفضل إذا كنت حاب تقول زيد أي معطى آخر إضافي تفضل. وفي نفس الوقت نتفاعل معك كيفاش تحولت القضية من مخالفة قانون الجمعيات إلى الاشتباه في عمل إرهابي؟ نحن لا نعلم اصلا، لا نعلم الى حد لان خرجنا قلت لك لا نعلم الا ان نحن لما امضينا شفنا من فوق مبوبه من طرف معناها اللي بوب هذا النشاط مكتوبه بهذه التهمه، لكن الاسئله والحديث نتاعنا واستجوابنا كان كله في نطاق الجمعيه. المحضر الجلسه، المحضر الجلسه معناها نتاع الاجتماع الجلسه العامه، المحاضر الجلسات، يعني ولا دخل ولا عرفنا ولا هذا في هذا الموضوع ولا عرفنا هذا العنوان الا من خلال الاوراق اللي موجوده. يعني لا سالونا بصراحه، لا سالونا ولا شيء. وكان تعامل راقي ايضا من مجموعه الامن والحرس اللي هناك، ما ولا دخل في هذا الموضوع الا ان بعدين لقوها تهمه كبيره ووجهونا للنيابه العامه يوم الجمعه. مشينا للجمعه هناك يوم، يعني ما حتى لا قابلنا لا نائب عام ولا شيء، قال لك وجهها مباشره الى تونس الى القطب القضائي. مشينا القطب القضائي راينا بانفسنا كيف انه معناها الرؤساء فهمت نتاع القضاة هناك يستغربوا معنا من هذه من هذه من هذه من هذه من هذه من هذا الملف من هذا الاستجواب من هذا العنوان. فهمت؟ ما بقيناش تقريبا لم نتجاوز تقريبا 10 دقائق فهمت. نعم. وقالوا لنا باش تروح، قالوا لنا باش تروح، يعني قالوا باش تروح. وبعدين حولوها هذه للوحدة شو اسمها هي وحدة الأبحاث معنا في جريمة الإرهاب. مشينا هناك هي فقط إجراء معناها مطول، لكن هو مجرد إجراء فقط معناها أن نشوفوا التليفونات نشوفوا كذا. ضيفنا نعم شنو شافوا لكم تليفوناتكم؟ طبعا يشوفوا التليفونات ويشوفوا الفيسبوك ويشوفوا الاشياء هذه وخذوا منها معاينات، خذوا منها بعض الاشياء. لكن ثم سؤال بسيط يا سي عربي غريب وقد اشتعل راسك شيبا في غربه في سويسرا بلد القانون، ومعاك ضيف من الكويت ورجل يظهر في القنوات التلفزيه. خلينا نلخص شويه الصوره للتوانسه، اتى بمليارات من اجل مشروع خيري في قفصه. فإذا به أنتم السيد هذا موقوف وأنتم تبحثوا
في جريمة إرهابية. سألتوش ما هي الشبهة، ما هي القرينة، ما هي الأدلة، شنو الشيء اللي ساقكم انتوما باش تجيو وتوقفون هؤلاء الأشخاص؟ والله شوف، بالنسبة للشيخ لا دخله لا في تمويل، لا في التمويل الكبير ولا في التمويل الصغير ولا ما، وهو راه مجرد فني في حفظ القرآن الكريم، هو فني في علوم القرآن في علم التجويد، هو له القراءات العشر ومقرأ ومحفظ، لا عند لا ما يدخلش أصلا في المسائل هذه، هو إنسان معناه بعيد. لا التمويل الكويتي نقصد 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 يعني التمويل الكويتي والأخ الكويتي، يعني ربما هذا اللي فهمناه انه هو وسيط مع جهات خيريه في الكويت. لا 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 ابدا أنا. ابدا لا لا وسيط ولا شيء، انا نعطي فكره ونقولها للناس جميعا. الجهات المانحه جهات كويتيه اخرى. انا نحكيك على الجمعيات، كيفاش تاخذ المنح نتاعها، كيفاش تاخذ المساعدات من الجمعيات هذه الكويتيه. الكويت بلد اسس معنا العمل الخيري الاجتماعي من سنه 1961، والى حد الان يعمل هذا العمل، وحتى من قبل كان موجود لكن اسس رسميا بهذه السنوات. العمل المؤسس جدا، يعني لا يمكن ابدا ان انسان يتلاعب فيه. كل انسان، كل اي جمعيه من الجمعيات الخيريه بالعالم، جمعيات خيريه او غير خيريه، بامكانها تستفيد من مساعدات دوله الكويت بطريقه سهله وواضحه. انك انت تقدم الطلب معناها لهذه المساعدات الخارجيه من طرف وزاره الخارجيه، يعطوك هم معناها الموقع هذا يسموه اللينك. اللينك هذا انت تدخل فيه المعلومات نتاع الجمعيه والتراخيص القانونيه والارقام نتاع البنك والمخولين معناها باش اسمه بالسحب وميزانيه القادمه، يعني ملف كامل يطلبوه منك انت تعبيه في هذا الموقع وهم ينظروا فيه، وبعدين يعطوك مواقف. لما تقع المواقف يعطوك انت من رقم حتى تدخل اللينك نتاع وزاره الخارجيه وتنزل فيه المشروع نتاعك. مثلا انا قدمت مشروع معناها تاع مركز تكوين مهني فلاحي، مركز تكوين وتاهيل فلاحي في قفص، قدمت يسوى تقريبا مليارين او حتى اكثر من مليارين ونص. انا قدمته في هذا اللينك، هم يدرسوه يشوفوه مشروع معناها نفعي ومشروع نفعي خيري للناس، يولوا يوافقوا عليه. لما يوافقوا عليه هم الوزاره الخارجيه، هذه العلاقات الخارجيه نتاع المساعده الانسانيه في العلاقات الخارجيه، يوزعوه معناها على كامل الجمعيات. اش معنى يوزعوه؟ يعني يفتحوه الجمعيات، كل جمعيه من الجمعيات الخيريه داخل الكويت بامكانها الدخول لهذا لهذا الموقع ويطلعوا على المشروع، وكل من جمعيه تتبرع بما تيسر، هذه كذا وهذه كذا وهذه كذا، حتى يجتمع المبلغ كامل، وزاره شو اسمها الخارجيه هي اللي تحول لك الفلوس عن طريق الموقع نتاع، عن طريق البنك نتاعك انت، عن طريق البنك المركزي. نعم 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 أستاذ عربي غريب، الآن وقد حدث ما حدث مع ضيفك، إن شاء الله ضيفك ساعة قبل كل شيء لا يجعل تونس سبة، وأنا نعرف اللي أخلاق الناس هذوما أخلاق عالية ورفيعة، ويأتي لوجه الله ويأتي القفصة، واللي ما يمشيش لها رئيسنا لا يذهب القفص ولا يذهب الجرجيس، والكويتي يجي ويحب يفرح الوليدات. اليوم الذين أجرموا بحقكم وشوهوا الهيبة الحقيقية، ضربوا الهيبة الحقيقية متاع الدولة التونسية مش متاع البلوط، هؤلاء سيلاحقون قضائيا؟ والله احنا ما نعرف اصلا حتى كيفاش تتم الموضوع القضيه، احنا ما نعرفين شيء من على القضيه. احنا اللي نعرفه انه قالوا لنا بعض المعلومات تكملوها، بعض الوثائق تكملوها حتى يغلقوا هذا الملف، احنا كملناها من اليوم رئيس الجمعيه القديم والجديد راحوا الى تونس من قفصه، رجعوا لتونس اليوم بعد يوم واحد في البيت، رجعوا معناها الى وقدموا الملفات، ولا نعرف كيف سيتم هذا الاغلاق الملف. نعم نعم. اما ضيفي وصديقي، هو صديقي انا اعرفه، كان ياتيني للسياحه معنا في سويسرا، فهمت هذا الشيخ معناه معنوياته مرتفعه جدا، وقدر كثيرا وقفه الشعب التونسي معاه، وفي من كتب القصائد عليه كذا، هو قدر هذا، وهو انسان معناه متخلق جدا واخلاقه راقيه، ما لا اظن انه يسب تونس او شيء، يعني معناه بالعكس انا اتصور انه الشيخ معناها ان شاء الله مع كل هذه الوقاحه وقلة المروءة مع الضيف، إن شاء الله
نشوفه يعود في زمن غير زمن وفي ظروف غير الظروف إن شاء الله. وإن شاء الله نشوفه كذلك جامعة الزيتونة والناس اللي عندهم شوية قدر واحترام على الأقل يعملوا أي شيء ممكن أن يخلي لنا ماء الوجه في وجوهنا. كلمة الختام إذا كنت تحب أستاذ عربي. والله أنا أتمنى معناها من السلطة الدينية على الأقل معناها وزارة الدينية أو الزيتونة ولا غيره ولا حتى الجامعات أنهم يستضيفوا من الشيخ بدعوة رسمية من طرف السلطة حتى على الأقل معناها الشعب الكويتي يعرف أن رأي كانت مجرد خطأ لا أكثر ولا أقل. هذا من ناحية. ثم المسألة الثانية أنا نحب نأكد أنه حقيقة لتونس رجال، لتونس رجال. لما نعم. أنت تشوف أنا 8 محامين يجوا من الساعة 10 صباحا حتى للساعة 2 بالليل وهم قاعدين يحضرين. ما نحبوش يا أستاذ عربي، شكر للمحامين، ما نحبوش الرجولية تبقى كان في شوية محامين. نحبوا جامعة الزيتونة ونحبوا مفتي الجمهورية ونقولوا له راه هلال تونس هو هلال الكويت وقرآن تونس هو قرآن الكويت إن كان لا يعلم ذلك لست أدري. على العموم شكرا لك ونأمل إن شاء الله أن نرى هذا. نختم ملاحظة واحدة، نختم ملاحظة واحدة أن حقيقة أيضا معناها لتونس رجال، لأن لما شفنا القضاء معناها في القطب القضائي بهذيك الطريقة من أحسنها بسهولة تامة لأن الملف فارغ وواضح. نعم. لتونس فيها رجال وقضاة معناها شرفاء جدا. أيضا معناها أخيرا أن أيضا الأمن حقيقة عاملون بكل منها رقي وبكل احترام فجزاهم الله خير. فهمت؟ وشكرا من الأمن الوطني التونسي. نعم شكرا جزيلا لك أستاذ عربي غريب. نذهب إلى موجة أخرى ثم نعود.